مرحبا بمشتركي سبورة نت. عسلامة بأطفال المستوى السادس. اليوم باش نكملوا في نموذج آخر بالنسبة لدرس وصف أشياء والحيوانات. باش نبدأ بطبيعة الحال نتبعوا طبيعة كما تفهمنا قبل، وضع البداية وسياق التحول والنهاية. وضع البداية متاعنا كما قاعدين نشوفوا عنا لهنا تصويرة في متاع جمال وفيها عزوز صغيرات مقابلينه. وضع البداية خلينا نشوفوه شنو واللي هي المقدمة متاع الانتاج متاعنا. شنو تقول؟ كانت تلك هي المرة الأولى التي أشاهد فيها الجمل حيا ماثلا أمامي وأتملى تفاصيل جسمه العجيبة. باش ننتقلوا لسياق التحول باش نشوف نحرر في مقطع أصف فيه هذا الحيوان مؤكدا على الرأس ومحتوياته، الرأس والتفاصيل اللي فيه، الرقبة، السنم، القوائم، الوبر والحركات. هذوما أنا باش نتبعهم بالتنظيم ونحاول نوصفهم وصف معتها سليم. اقتربت منه بتشجيع من سائسه معناتها اللي هو يبدأ شاده يقود فيه. فإذا بي انتم توا باش تنطلقوا من هدايا وتقوموا بالوصف، ما تبدأوا بالرأس ومن الرقبة، الرأس ومحتوياته معناتها الرأس العينين كذا كذا، ومن بعد السنم القوائم الوبر والحركات. نخليكم مع المحاولة متاعكم ومن بعد باش نشوفوا المحاولة لسبورانات باش انتم تتعلموا منها. وهكا نكونوا احنا قمنا بالانتاج متاعنا حسب ما طلب منا انه معناتها التدرج في الوصف من الرأس الى الحركات. باش نقرأ توا انا شنو كتبت. هذا الانتاج اللي انا حررته. ننتظر منكم انكم معناتها تاخذوا الجمل من هنا والعبارات والصفات وتحاولوا انكم انتوما تنقلوها على الكراس نتاعكم باش تجسدوها في معناتها انتاج من الانتاجات اللي ممكن تتعرضوا لها في القسم. باش نقراو. اقتربت منه بتشجيع من سائسه فاذا بي امام كائن ضخم راسه شبيه براس الزرافه. لهنا بديت بالراس كما قال لهنا بديت بالراس. شبيه برأس الزرافة به، ومن بعد له عينان واسعتان وأنف أفطس. إذا توا فاش قاعدة نوصف في محتويات الرأس كما قال لي لهنا بديت بالرأس، بعد بديت في المحتويات بديت بالرأس هذا الرأس، ومن بعد هذوما اللي قاعدة أنا نحكي فيهم اللي هما العينان الأنف، هذيك هي محتويات الرأس. له عينان واسعتان وأنف أفطس واسع المنخرين يعلو مشفرا أعلى شفتيه مثلومة والأخرى متدلية. أما الرقبة، أخذروا احنا توا دينا من الرأس للمحتويات إلى الرقبة، توا باش نبدو في وصف الرقبة. الموصوف هو الرقبة والصفات اللي احنا باش نلقاوها توا. فطويلة، أما الرقبة فطويلة متعرجة تزيد اتساعا عند الصدر. وسنم ينتصب، لهنا قالنا الرقبة بعد الرقبة عندنا السنم، وصفنا الرقبة باش ننتقلوا للسنم. هذا السنم. وسنم ينتصب على ظهره، هاو لهنا ينتصب على ظهره كالهرم، نعرف كيما الهرم بالضبط. والبطن ضخم يتدلى كالدلو لكنه يضمر في مستوى القائمتين. ريتو لهناك فيش تدرج متاع الوصف من السنم بعد مشينا للبطن. البطن هذه هي اللي باش تخلينا احنا ننتقلوا بعدها الى القوائم، خاطر ما نجيش نقول من فوق طول نهبط طول. عندنا البطن قلنا تتدلى مثل الدلو، ومن بعد قلنا اللي هي في مستوى يضمر لكن بطن يتدلى كالدلو لكنه يضمر في مستوى القائمتين الخلفيتين، معناتها في نفس المستوى نتاع القائمة كما هكا كما قاعدين نشوفوا، وإنما هذيك كما نقطة التحول باش أنا نتدرج بالوصف ويكون منظم.
لكنه يضمر في مستوى القائمتين الخلفيتين الطويلتين. لهنا وصفنا القوائم، مازلنا في الوصف، بدينا بالقوائم الخلفية. الناحيلتين كالأماميتين، معناتها نفس، علاش قلنا كالأماميتين؟ معناتها شبهناها كما معناتها القوائم الخلفية، هي نفس وصفها نفس الصفات بالنسبة للقوائم الأمامية، هي معناتها باش تكون طويلة ونحيلة. وتنتهي كل مرة منها بخف عريض. هو قال أصف القوائم، القوائم هي هذه، وما نساوش زادة الخف متاحها باش نوصفوه. ويكسو جسم الدابة، كما لهنا عملنا القوائم، ويكسو إيش اسم الدابة؟ الدابة شنية هي؟ الدابة هي جمل، وإنما إحنا باش ما نجنبوش، نجنبو التكرار ديما هذاك، جمل جمل جمل. نحاولوا انه نحن نضفوا تغيير على الانتاج نتاعنا، وذلك احنا سميناه بالدابه. ويكسو جسم الدابه وبر ناعم. احنا لهنا طلب منا وصف الوبر، واحنا كنا احترمنا الطلبات نتاعو وصفنا الوبر. وبر ناعم اما حركاته، لهنا انتقلنا للحركات، هو طلب منا وصف الحركات، هذه الحركات. فبطيئة وسيره موزون يدل على رصانة وكبرياء وعلو همة. هكا احنا نكون وصفنا الرأس ومحتوياته، الرقبة، السنام، القوائم، الوبر والحركات. احترمنا سير الوصف متاعنا من الإجمال إلى التفصيل، كما قاعدين انتوما تشوفوا به. باش نكملوا نحنا بقية الواحد الجوهر متاعنا ولا وسياق التحول. أناخ السائس الدابة ودعاني، أناخ معناتها خلها تهبط اللوطة، دعاني إلى ركوبها فامتنعت خوفا من السقوط، وأجلت الاستجابة لطلبه إلى فرصة قادمة. هذا باش نكملوا احنا سياق التحول متاعنا. بعد وضع النهاية شنو باش يقول؟ غادرت المكان وقد رسمت في ذاكرتي صورة ذلك الحيوان الرائع بشكله المتميز وبالحكايات العجيبة التي رواها لي عنه ذلك السائس الخبير، فسرت ولسان حالي يقول لله في خلقه شؤون. هكا نكون احنا كملنا وضع النهاية، بدينا بالمقدمة والجوهر والخاتمة اللي هو وضع البداية وضع وسياق التحول ووضع النهاية. شفتوا كيفاش التنظيم؟ تحبوا معناتها الانتاج بتاعك يكون باهي وصحيح وتاخذوا معناتها عدد جيد، كل ما عليك انك انت تتبع التنظيم اللي هو يطلبه منك. واذا كان هو ما طلبش منك تنظيم كما قاعدين كما صار لهنا، انت كل ما عليك انك انت تختار خاصيه في التنظيم وتتبعها، هكاك باش يكون تنظيمك معناتها صحيح، ما تبقاش كل مره انك انت تعاود نفس المعلومه باش تبين هكاك تبين للاستاذ نتاعك والمعلم نتاعك فقر المعلومه لديك. باش نقدم لكم في الاخر مساعدة بسيطة. المساعدة شنو تقول؟ اختار الاوصاف المناسبة للحيوان حسب السياق. هذه شفناها في الملخص، معناتها انا نوصف في مكان جبلي ومنزوي وبعيد هكا وكل شيء، اكيد باش نختار الحيوانات اللي فيه مثلا تكون شرسة شوية، لان هي باش تكون مصدر حماية ودفاع عن المنطقة هذيك. مثلا مشيت في منتزه في نزهة مع العائلة وهزيت الكلب متاعي، أكيد الكلب متاعي باش يكون وديع وباهي ومزيان. به مثال، لو أعطاك مثال هو لهنا مثال، كبش العيد يكون سميلا لا نحيفا، كلب الحراسة يكون شرسا لا وديعا. هكا نكون واضحين. ونظم أوصافي حسب تخطيط أختاره، كما كنت أنا نحكي، حتى لا اعود الى عنصر سبق لي التحدث عنه. كما قلت لكم ان مش ما نقعدوش نعاودوا في المعلومه ونعاودوا باش نبين هكاك المعلم تاني انا فقير المعلومه. انتبهوا الى توافق اوصافي مع الواقع، كلب ازرق. تو احنا قبل كنا في التحذيري ولا في السنه الاولى ونقول نساو لونه كلب ازرق كلب اخضر، ما يقلقناش ما يسالش، لكن توا كبرنا احنا ويزمنا نقرب للواقع اكثر. اكيد كيش باش نوصف مش باش نقول كلب ازرق.
اكيد مش نقول كلب ازرق، مش نقول كلب كلب ابيض، كلب اسود، كلب رمادي. هذه اللي نشوفوا فيه احنا توا معناتها في الواقع متاعنا، والوان الكلاب اللي موجوده في الشوارع او في الضيعات. هكا يكون انتهى الدرس متاعنا، وكملنا النماذج في وصف الاشياء والحيوانات. كان عندكم اي استفسار ولا اي حاجه ما فهمتوهاش، نجموا تتصلوا بمنصه صبرانات.